بجريد لاينز وفي بعض الافلام ما فيهاش. فلو انت عملت سكانوجرام غالبا هيجي بجريد لاين، لو عملت فول ستاندنج اكس راي عاديه مش هتيجي بجريد لاين. فقلنا اول حاجه ناخد السنتر بتاع الهيد اوف ذا فيمر والسنتر بتاع الانكل، ناخد اللاين بعد كده اكستند اللاين اي جريد لاين فوق فوق الهيد اوف ذا فيمر. ثاني حاجه بناخد البوينت اللي هي على التوب بتاع الهيد اوف ذا فيمر على اون بوث سايد هنا وهنا، وبتاخد ناخد برضه هوريزونتال لاين او بوينت على اي جريد لاين او هوريزونتال لاين على مستوى البنت. ثالث حاجه بنقيس المسافه ما بين التوب اوف ذا هيد اوف ذا فيمر للجريد لاين اللي احنا خدناه على وان سايد، وبنقيس المسافه على الاذر سايد. المفروض لو ما فيش لينس ديسكريبنسي بيبقوا المسافتين قد بعض، لو في ديسكريبنسي بيبقى في مسافه اقصر، مسافه بنقدر نحسب بيها طبعا درجه الشورتنج. طبعا لو انت عامل سكانوجرام بيبقى في درجه ماجنيفيكيشن في الفيلم، لو انت معاك الديجري بتاع الماجنيفيكيشن بالظبط تقدر تضربها في الطول اللي انت خدته من هنا وتطلع الاكشوال شورتنج اللي عندك. دي بالنسبه للكويكي ميثود. زي ما قلنا مهم قوي ان انت تتاكد ان ما فيش بلوك في الاكس راي من تحت، لان لو في بلوك ده معناه ان الطول اللي انت هتاخده ده يساوي طول الليمب زائد البلوك، فلما هتاخد طول الليمب لازم هتنقص منه البلوكس اللي انت حاططها موجوده عشان تاخد اكشوال لينس. ما انا حضرتك انا واخد دلوقتي عن، لا ما احنا هو بيأثر لو انت استخدمت الطريقه دي، لان انا هنا دونت ادريس البيرفس، انا هنا هو واخد التوب بتاع الهيد اوف ذا فيمر. دي مشكله الطريقه دي الكويكي ميثود. التوتال لينب لينس ديسكريبنسي دي بتادريس البيلفس ودي بتدينا مور اكيوريت ميجرمنت. دي كونسيدر اول سيجمنت اوف ذا لينب ميجر ذا ابسوليوت لينب لينس ديسكريبنسي. دي بتعتمد على ان احنا بنستخدم هوريزونتال لاين في البيلفس اللي هو من الساكو اللي هو الانفيريور بارت بتاع الساكرو اليا جوينت. طبعا هو الجول من اي لينب لينسنج هو طبعا الطريقه دي ليها ادفانتشز ان احنا بنوصل بيها للجول بتاع اي لينب لينس ديسكريبنسي، ده هو ان احنا بنعمل لينسنج عشان نوصل لهوريزونتال بيلفيك لاين. هو الهدف من اي لينسنج ان انت توصل لهوريزونتال بيلفيك لاين، هوريزونتال جوينت لاين، ني جوينت لاين. لو انت وصلت للتو جوينت لاين بارلل للجراوند يبقى انت كده وصلت للاكيوريت كوركشن بتاع ديفولت اللي موجود او اللينس ديسكريبنسي. بالنسبه للتوتال التوتال امبلنس ديسكريبنسي ميثود احنا بنعتمد على ان احنا بناخد الانفيريور بارت بتاع السيكول ايديا جوينت تو بوينتس وناخد عليها هوريزونتال لاين. دي ما بنحتاجش ناخد نكستند اللاين لغايه الانكل لان احنا بنعتمد على ان احنا واخدين من اول البلبس من فوق. بعد كده بناخد اي جريد لاين برضو او هوريزونتال لاين موجود في الاكس راي وبناخد تو بيربنديكولار لاينز عليهم. بنقيس المسافه هنا والمسافه هنا. المفروض ان لو البيشنت ده ما عندوش لين بلينس ديسكريبنسي اللاين ده يبقى هوريزونتال بارلل للجراوند وما يبقاش في اي فرق في الطول هنا، انما لو في اي لين بلينس ديسكريبنسي هيبقى في فرق في الطول، فممكن تبقى ناحيه الناحيه دي باينه ان هي شورت فالناحيه دي هتبقى اطول من الناحيه الثانيه. دي التوتال ميثود دي زي ما قلنا دي مور اكيوريت عن الكويكي ميثود. طيب احنا دلوقتي عرفنا ازاي ناخد نقيس الامبلنس ديسكريبنسي سواء بالكويك ميثود او التوتال ميثود، هنبتدي بقى نعرف ازاي نعمل اناليسيس ستيب باي ستيب ازاي نقيس نطلع الديسكريبنسي ان كان في ديسكريبنسي ولا لا وموجود فين. حضرتك ممكن تعمل هوريزونتال لاين بس يكون مفيش اي انجلش زيرو ديجري. ممكن على البيبر تحط منقله او حاجه وتخليها 180 درجه مظبوط وتاخد اللاين عليها. يعني انت بتعمل هوريزونتال، انت ممكن تعمل هوريزونتال لاين. او تاخد حرف البيبر لو هو مصور او حرف الاشعه لو الاشعه مظبوطه ممكن تعتمد على ان حرف الاشعه يبقى الهوريزونتال لاين بتاعك. اي حاجه. رول ا بيشنت ويز بيلفيك لاين بارلل للجراوند has equal postings. اي patient عنده البلفيك لاين ده اللي هو من بين التو انفيريور بارت بتاع الاليا بتاع السيكوليك جوينت لو بارلل جراوند يبقى البيشنت ما عندوش اي لينس ديسكريبنسي. دلوقتي نبتدي نعمل اناليسيس. احنا عندنا فور سيجمنتس، اول سيجمنت اللي هي البلفس، ثاني سيجمنت اللي هي الفيمر، ثالث سيجمنت اللي هي التيبيا، رابع سيجمنت اللي هي الانكل. بنحسبها ازاي؟ بنقيس السيجمنتس. اول سيجمنت اللي هي البلفس بنقيسها من السكرويليك جوينت للتوب بتاع الهيد اوف ذا فيمر، دي اول سيجمنت فنشوف ان كان في مشكله في البلفس ولا لا. ثاني سيجمنت اللي هي بنقيسها من التوب بتاع الهيد اوف ذا فيمر لل inferior joint line inferior femoral joint line ده الفيمورال سيجمنت.
التالت سيجمنت اللي هي التيبيال سيجمنت دي بنقيسها من برضه الانفيريور فيمورال جوينت لاين، ما بننساش من التيبيال لان في طبعا في جوينت لاين، في الجوينت اللي موجوده ممكن يكون فيها اي ديفورميتي فممكن برضه تاثر على الاس، فبناخدها من الانفيريور بارت بتاع او الانفيريور فيمورال جوينت لاين للانفيريور تيبيال جوينت لاين. واخر سيجمنت اللي هي بتاعت الفوت اللي هي المفروض من الانفيريور تيبيال جوينت لاين للجراوند. البلفيك سيجمنت والفيمورال سيجمنت والتيبيال سيجمنت دول ممكن يتقاسوا دايركتلي من الاشعه، انما الفوت سيجمنت ما بتقدرش تقيسها اكيوريت عشان طبعا التوز ممكن تدي لك ممكن تبقى فيها شويه شورتنج او ممكن يبقى فيه شكل الهامب بتاع الفوت نفسه ما يديكش اكيوريت ميجر، فانت بتاخدها اندايركت بتقيس التوتال لينز وبتطرح منه السيجمنتس الثلاثه سيجمنتس دول تدي لك الطول بتاع السيجمنت الثاني. هو لازم يقول لحضرتك الماجنيفيكيشن هو عامله قد ايه؟ بس هي انا قست هنا سنتي وكان الماجنيفيكيشن 5 يبقى انا اضرب الواحد في 5 يبقى انا عرفت ان انا عندي دي 5 سنتي. الستبس قلنا دايركت وانديركت البلفس بس كيف نقيسه البلفس والتيمر والتيبيا دايركت من الاشعه والفوت اندايركت. زي ما قلنا ازاي بنقيس البلفك سيجمنت، المفروض ان البلفك سيجمنت احنا بنقيسها من الانفيريور جوينت انفيريور بارت بتاع السكريلير جوينت للتوب اوف ذا فيمر. المفروض احنا لو خدنا تو هوريزونتال لاينز في نورمال بيشنت ما عندوش ديسكريبنسي بيبقى تو لاينز دول بارلل، انما لو خدنا تو لاينز من الانفيريور بارت بتاع السكريلير جوينت وتو لاين وان لاين من التوب اوف ذا فيمر وما لقيناهوش بارلل ده معناه ان في مشكله في البلفك سيجمنت، يبقى في هنا ديسكريبنسي موجود. اول حاجه قلنا هنبتدي نقيس المسافه هنا زي ما قلنا المسافه من الفير سابريليك جوينت للتوب اوف ذا هيد اوف ذا فيمر كده جبنا مقاس البلفيك سيجمنت، بعد كده من التوب اوف ذا هيد اوف ذا فيمر للفير جوينت لاين ده كده الفيمورال سيجمنت، بعد كده من التوب الفير بارت بتاع الفيمورال جوينت فيمورال جوينت لاين للفير تيبيال جوينت لاين ده تيبيال سيجمنت، والفوت بنطرحها من التوتال لينس نطرح الثلاثه سيجمنت من الفوت من التوتال لينس نحسب الفوت. المفروض احنا بنعتبر هنا البلبس والفيمر 1 سيجمنت وبنعتبر التيبيا والفوت 1 سيجمنت، يعني ايه؟ يعني لو احنا عندنا مشكله في البلبس بنصلحها عن طريق الفيمر، لو عندنا مشكله في الفوت بنصلحها عن طريق التيبيا، الا طبعا لو في سيفين ديفورمتي او ديفورمتي محتاجه اوستيوتومي في الفوت او في البلبس محتاجه كوركشن، انما لو هي مشكله ديسكريبنسي بس بنعوض فرق الطول اللي في البلبس او الفوت عن طريق الفيمر او التيبيا. بعد كده قلنا بيك ذا شورت سيجمنت، قلنا طبعا بعد ما قيسنا نعرف الشورت سيجمنت فين، وبعد كده هنبتدي عرفنا المشكله فين بالظبط ونبتدي نصلحها. ده بالنسبه لو بيشنت نورمال ما عندوش اي ديفورمتي. طب ممكن يجي لنا بيشنت عنده ديفورمتي ومحتاجين نقيس فيه اللينك لينس ديسكريبنسي. احنا ممكن نقدر نحسب الاكشوال لينس بتاع الديفورمد بون افتر كوريكشن، يعني انا لو جالي بيشنت زي ده عنده جينو فارم وعايز اعرف البيشنت ده انا لو صلحته هكسب قد ايه لينس، وبالتالي لو اللينب ده شورت هقدر احتاج قد ايه بعد كده لينسنج بعد كده. ففي طريقه ان احنا بنحسب بنقيس طول سيجمنت باي سيجمنت من على الكونفكس سايد، يعني بنجيب الفيمر بنقيس طول الفيمر من على الكونفكس سايد ونقيس الجوينت لاين على الكونفكس سايد والتيبيا من على الكونفكس سايد، وده بنطرح منه الميكانيكال اكسس طول الميكانيكال اكسس من السنتر اوف ذا هيد اوف ذا فيمر للسنتر اوف ذا انكل، بيدينا اللينس اللي هيبقى ويل بي جين افتر كوركشن. الكلام ده الى حد ما على حسب ده كمان بيختلف حضرتك هتاخد اوبن ويدج ولا كلوز ويدج. الكلام ده لو احنا هناخد اوبن ويدج، طبعا لو هناخد كلوز ويدج ده معناه ان احنا هنقصر فمش هيبقى اكيوريت، طبعا بيبقى ليه سوفيستيكيتد ميثود برضه ثانيه بنحسب بيها لو هناخد كلوز ويتش، طبعا بنحسب الاول كلوز ويتش ده طوله قد ايه وبعد كده بنطرحه من اللينس ده وبعد كده بنطرح منه الميكانيكال اكسس، بس دي حاجه بتدينا يعني رفلي كده هنحتاج نعمل لينس قد ايه بعد ما نكوركت ديفولت، بس ده بالنسبه للاناليسيس بتاع اللينس. ثانك يو.